كالعادة دايما بنبدأ معاكم أولى فقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر عشان تشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير. امبارح كمان سيادة الرئيس تابع عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللي بتتم في إطار رؤية مستقبلية شاملة بتتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، وكمان بتحقق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة. كمان امبارح الحكومة نافت الشائعات اللي ترددت بخصوص إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي. تفاصيل هذه الموضوعات هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على مستجدات جهود إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة. ووجه سيادته الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللي بتتم في إطار رؤية مستقبلية شاملة تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، بما في ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة ليها، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة لتحقيق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وأيضاً تحسين بيئة العمل داخل الهيئة. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله لدعم نقدي. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شدد على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع اللي بيتم ضخها شهرياً لمنافس صرف السلع التموينية. امبارح وزارة الداخلية كشفت عن عدد من الأرقام والخطوط الساخنة للحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية والرد على الاستفسارات والاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة، حيث يتم التواصل على رقم 16582، ويمكن استخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الاتصال برقم 15340، ولكبار السن والحالات الخاصة المرضية والإنسانية وذوي الهمم على رقم 15341، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل. كما تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمي 15340 و15341. امبارح نشرت شبكة CNN الأمريكية قائمة بأفضل المقاصد السياحية حول العالم اللي ينبغي زيارتها في عام 2023، وكانت القاهرة ضمن هذه القائمة. وأكدت CNN إن المتحف المصري الكبير هيكون أكبر متحف متخصص لحضارة واحدة، وبيضم مجموعة الملك توت عنخ آمون بأكملها. أما بالنسبة للأخبار المحافظات فغالباً كده معظمها بيتكلم عن الخدمات اللي بتقدم للأهالي، زي مثلاً تشغيل وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة في مستشفى طهطا العام في سوهاج. أيضاً شركة الكهرباء في اسكندرية أعلنت عن حل الشكاوى اللي وصلت ليها من المواطنين بنسبة 100%. كمان تم تدعيم منظومة النظافة في الخصوص وطوخ في الأليوبية بمعدات تكلفتها 10 مليون جنيه، وفي البحيرة فحص حوالي 3 مليون سيدة خلال مبادرة دعم صحة المرأة. أخبار تانية كتير من محافظات أخرى نتعرف عليها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها إعلان محافظة أسوان عن بدء تشغيل العبارة النيلية الثانية لنقل الركاب والبضائع من السودان. العبارة تابعة لمدينة أبو سمبل السياحية بحمولة 50 طن، وبتتسع ل 100 راكب و10 أتوبيسات وسيارات نقل، وبتعمل ضمن أسطول العبارات الناقلة لحركة حافلات الركاب وسيارات نقل البضائع الوافدة من معبر قسطل البري، واللي بتنقل القادمين من دولة السودان على مدار 24 ساعة. في الوادي الجديد شهدت المحافظة وصول وبدء فرش الأثاث بمجمعات خدمات المواطنين في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الفرفرة، وبيشمل الفرش
ست مجمعات بالوحدات القروية بنطاق مركز الفرافرة، واللي بيستهدف تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجاز المعاملات رقمياً من خلال الشباك الواحد. في سوهاج أعلنت المحافظة وصول وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية المتنقل بمستشفى طهطا العام. الجهاز ده بيعد الأول من نوعه في المحافظة، وهيحقق نقلة نوعية كبيرة في مجال تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بسوهاج. في الإسكندرية كشفت شركة توزيع الكهرباء عن وصول نسب حل الشكاوى 100% على مستوى قطاعات الشركة، وده عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بالإضافة لمنظومة شكاوى وزارة الكهرباء وشركة التوزيع. في بني سويف أعلنت المحافظة إن إجمالي الكميات الموردة للصوامع والشون من القمح المحلي وصلت ل 98,193 طن منذ بداية موسم الحصاد، بنسبة توريد 43.2% من المستهدف بنهاية الموسم والمقدر ب 227,000 طن، وده وسط انتظام أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى قرى ومدن المحافظة. في شمال سيناء بدأ 13 طبيب من كليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة تقديم خدمات الكشف وإجراء العمليات مجاناً بمستشفى العريش، وده في إطار بروتوكول تعاون بين صحة شمال سيناء وهذه الجامعات لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان. في الشرقية افتتحت المحافظة مركز رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطري بعد أن تم الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره وتجهيزه بتكلفة مالية بلغت 3 مليون جنيه لتقديم الخدمات والرعاية البيطرية للحيوانات والحفاظ عليها. في البحيرة أكدت المحافظة إن إجمالي عدد السيدات اللي استفادت من إجراء الفحوصات خلال مبادرة دعم صحة المرأة منذ انطلاق المبادرة في يوليو 2019 ولحد دلوقتي 2,957,000 سيدة. في القليوبية شهدت المحافظة توريد معدات نظافة لصالح مدينتي الخصوص وطوخ بتكلفة 10 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 لدعم منظومة النظافة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع ونقل المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.